هذه المرة من الرياض الدكتور محمد الزلف عضو مجلس الشورى السعودي السابق. دكتور الزلف أهلا وسهلا بحضرتك. الرئيس محمد ولد عبد العزيز معروف عنه تماما أنه له مواقف متشددة بين قوسين من تيارات الإسلام السياسي في موريتانيا وفي غيرها من الدول، وكثيرا ما قال إن خرابا في دول عربية عدة ينسب إلى تنظيمات الإسلام السياسي وما إلى ذلك. هل تصريح الرجل في الآونة الأخيرة مرتبط بأنه رجل دولة يراقب الوضع وينسب ما يجري في دول عدة لقطر، ولا الأمر كان مرتبط فقط بنظرته لبعض التيارات الإسلامية؟ أنا أتصور أن الرئيس الموريتاني على حق الإسلام السياسي. في الواقع أنه سبب من أسباب الفوضى التي وجدت في الدول العربية ونفسها في هذه الدوامة. وقطر تمثل الممول للإسلام السياسي التخريبي اللي هو الإرهاب وما أدرك ما الإرهاب، وما دست أنفها في أي بلد إلا وزادته خرابا. فالرئيس الموريتاني على حق سياسي يمثل خطورة على الاستقرار وعلى الأمن في البلدان العربية. وبكل أسف قطر ومع تركيا الآن يمثلان هذا الثنائي الخطر على المنطقة العربية. ولكن أعتقد الإسلام السياسي بدأ يفقد بريقه وبدأ يفقد قدرته على إقناع الآخرين بمثل هذا المد الذي ابتلينا به على مدى عقود من الزمن. ولكن قطر يعني لا زالت هي الممول والذي تعطي المأوى يعني أقطاب الإسلام السياسي والتي تدعم الإسلام السياسي بالمال وبالإعلام وكل الوسائل. دكتور الزلفة، الرئيس محمد ولد عبد العزيز عندما يتهم قطر اتهامات من هذا النوع، الرجل يفترض على الأقل حسب ما نتابع لم يضر بشكل مباشر من قطر، ولم تمتد اليد القطرية صوب الداخل الموريتاني بشكل مباشر، لماذا يطلق هذا التصريح وكأنه يحذر الكافة من مخاطر قطر ويقول أن قرار المقاطعة كان قرارا سياديا ومستقلا؟ أنا أعتقد أن الدول التي قاطعت قطر هي مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين كانت على حق، ويعرفون تماما ما قامت به قطر وما تقوم به، والآن ما تقوم به بمساعدة تركيا. انظر ماذا يحدث الآن في ليبيا. من هو الذي وراء هذه القلاقل وعدم الاستقرار في ليبيا؟ هي هذا الثنائي الخطير القطري التركي. من الذي يحاول من خلال ما تتعرض له مصر العربية من إرهاب على حدودها الشرقية؟ هذه قطر ومن أدوات الإسلام السياسي الخطر والمقلق للأمن في المنطقة كلها. في اليمن في منطقة تعز ومنطقة كذا أينما وجد الإسلام السياسي والإخوان فهم أينما وجدوا هم مصدر قلق ومصدر مخاطر على الاستقرار. ولذا أنا أشوف أن محمد عبد العزيز وهو رئيس دولة محترم وينذر ويعرف تماما المخاطر التي يشكلها الإسلام السياسي وتشكلها قطر على استقرار المنطقة. قطر اتهمت من قبل أعضاء مجلس التعاون الخليجي تحديدا من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين بأنها ظلت على مدار عقدين متواصلين من الزمان رمحا في خاصرة دول مجلس التعاون الخليجي. قطر لها تدخلاتها في منطقة القرن الإفريقي، قطر لها تدخلاتها المنسوبة إليها في ليبيا وفي دول عدة في المنطقة العربية، وحضرتك أشرت إلى بعض هذه النماذج. ما هو الرباط المشترك بين كل هذه الدول في أصقاع الأرض في أفريقيا وفي آسيا في دول عربية وغيرها حتى تنخرط قطر بدور يوصف دوما بأنه دور غير بناء؟ العامل المشترك هو العناصر الخطرة التي تمولها قطر، ويمولها بالمال ويمولها بالفكر والإعلام. ومحطة الجزيرة هي محطة الإخوان، محطة الإسلام السياسي، محطة التحريض على عدم الاستقرار.
أينما وجد كما ذكرت الآن في القرن الأفريقي في اليمن، اليمن الآن الأيادي والمال القطري والإسلام السياسي المستخدم هناك هو أحد استمرار أحد يعني مقومات الاستمرار للمشكلة اليمنية، كما هو المشكلة الليبية، كما هي المشاكل في سوريا في كثير من المناطق. وهذا أنا أعتقد الآن بعد ما حتى أصبحت وسائل الإعلام الأمريكية تكتشف وتبين أن لقطر دور كبير جدا في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين، و فأعتقد أنه العالم كله سيكتشف أنه كان مخدوعا حينما كان يغض الطرف عن قطر، ويعتبر الدول المقاطعة لقطر أنها كانت تتبلى على قطر، انما في الواقع هذا هو الصحيح والعالم كله. لكن دكتور الزلفة، الدعم الذي تقدمه قطر للنماذج التي استعرضت بعضها الان فقط مؤسس على الاسس الايديولوجيه، ولا هناك قواعد اخرى يمكن ان تدعم قطر على اسس غيرها؟ انا اعتقد قطر تحمل نفسها ما لا طاقه لها به، ولكن قطر اصبحت فقط اداه من ادوات الاسلام السياسي يحركونها كيفما شاءوا، وكانت ستعتقد ان هذا الاسلام السياسي سيستمر في بزخمه الذي عرف به قبل يعني 2011، و يعني ما كان له من تاثير. الان بدا العالم يدرك، والانسان العربي يدرك، والانسان المسلم ايضا يدرك ان هذه الدوامه التي دخله فيها الاسلام السياسي وبالتمويل القطري انه لن لا يجر على هذه البلدان الا الخراب والدمار وعدم الاستقرار. اعتقد انه مرحله الاسلام السياسي الان في افول، طالما دولتين مهمتين مصر والمملكه العربيه السعوديه جرمت الاخوان المسلمين واعتبرت ان هؤلاء انهم ارهابيين، وهذا ما يجعل تركيا الان يعني انظر موقف الرئيس التركي من مما يحدث في مصر الان. يعني مثلا الرئيس مرسي مات امام العالم وامام الكاميرات العالم كلها وفي المحكمه، الان يتهمون ويعملون الاسلام السياسي مناحات ان هذا لم يكن موتا طبيعيا وانما كذا. هذا هو الاسلام السياسي المحرم، هذا هو الاسلام السياسي المحرم، هذا هو الاسلام السياسي الذي لا يريد استقرار ولا 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 امنا ولا تنميه في مناطقنا العربيه. دكتور الزلفة، أخيرا، إذا كانت هذه الاتهامات طالت قطر على مدى هذه السنوات، والرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانس في ما بعد قرار المقاطعة العربية لقطر قال من المؤسف الحديث عن دور قطري داعم للإرهاب، لماذا حتى هذه اللحظة لم يتخذ موقف موحد لا من منظومة العمل العربي المشترك تحت مظلة الجماعة العربية ولا في مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة حيال قطر إذا كانت هذه الاتهامات واضحة للعيان؟ أنا أعتقد أن العالم كان مخدوعا، والمال القطري كان مؤثرا ليس فقط في الإسلام السياسي، ينظر مثلا الحالة الرياضية، قطر وظفت أموالها في من خلال الريشة أو الرشوات التي منحتها للفيفا منظمة الرياضة العالمية في، والفضائح الآن التي نراها ماثلة في أقطاب هذا الاتحاد العالمي للرياضة. فإذا قطر تعيش على شراء الذمم وعلى شراء المخربين وعلى دعم كل مخرب بالمال. ولكن أعتقد أنه الآن الأوان أن تكتشف قطر على حقيقتها، وأن تتخذ المنظمات الدولية والدول التي لا زالت مخدوعة بقطر سيتخذون موقفا واضحا وصريحا. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي السابق منضما الينا عبر الهاتف من الرياض.